باشرت المنظمة بتأهيل المشتل من خلال وضع التصاميم الفنية لشبكات الري الحقلية وشبكات الري كاملة لمساحة 120 دونم، إضافة إلى المقاسم الموزعة على المقاسم العدد 17 في المشتل، مساحة كل مقسم 5 دونم. وتم طبعا الهدف من تأهيل المشتل هو إنتاج الغراس وأمهات الغراس بهدف إعادة إحياء الثروية الشجرية التي تضررت خلال الأزمة في سوريا. هناك توجه وطلب كبير من قبل المزارعين في الغوطة الشرقية على إعادة زراعة الأشجار المثمرة كما كان الوضع في السابق. سيساهم هذا التوجه من قبل المزارعين بالتوسع بزراعة الأشجار المثمرة بالهدف الأساسي المشروع التكيف المناخي، حيث أن الأشجار المثمرة من المعروف أنها هي أقل احتياجاً للمياه، وبالتالي سيكون هناك ضغط أقل على الموارد المائية مقارنة مع المحاصيل الحقلية التي هي أكثر احتياجاً. بالإضافة إلى كما هو معروف أن الأشجار هي تحسن الجو العام والبيئة العامة في المنطقة المحيطة، وبالتالي تخفف من آثار الظروف المناخية والحرارة الشديدة. كل هذه العوامل ستخدم المشروع وستعيد المنطقة إن شاء الله إلى سابق عهدها من حيث كثافة الغطاء النبتي من الأشجار المثمرة. تقوم منظمة الأغذية والزراعة من خلال النشاطات الحالية بدعم شبكات المراقبة المائية والمناخية، وذلك من خلال تزويد أجهزة مراقبة مائية سطحية وجوفية وأجهزة قياس لنوعية المياه، كما يتم أيضا تزويد أجهزة مراقبة مناخية مثل المحطات المناخية التي تم تركيبها ضمن المشروع الحالي، حيث تساهم هذه الأجهزة برصد المتغيرات المناخية وتقييم أثرها على الموارد الطبيعية بشكل عام وعلى الموارد المائية بشكل خاص في منطقة تعاني من شح في المياه ومن ندرة في المصادر المائية الثمينة.